أهلا وسهلا، مرحبا، أهلا بكم في قناتكم قناة مصر الزراعية وبرنامجكم برنامج سنابل الخير. نحن دوما بنسعد وسعادتنا أكبر عندما نكون في قلعة من قلاع العلم، في قلعة من قلاع المعرفة، في مركز البحوث الزراعية. وإذا نزلنا خطوة أخرى نكون تابعين لمركز البحوث الزراعية في المركز الإقليمي للأعلاف، المركز الذي يقوم عليه رجل ذات قيمة وقامة، عالم من العلماء الكبار، زينت به وزارة الزراعة وزين به مركز البحوث الزراعية. إنه عالم من الطراز الأول، أخذ على عاتقه أن يجود في علمه، فدانت له المعرفة، دانت له المعرفة بفضل العلم وبفضل الإخلاص في عمله، محبوب من جميع القيادات العليا وزملائه وجميع العاملين معه. إنه الدكتور أشرف هاشم، مدير المعهد الإقليمي للأغذية والأعلاف على مستوى مصر. هذا المركز الذي يتبع مركز البحوث الزراعية، مركز البحوث الزراعية الذي أخذ على عاتقه أن يجود في الإنتاج، في جميع الإنتاج، واتخذ من العلماء الكبار نبراسا لكي يقودوا ولكي يعملوا. ومن ضمن الاختيارات التي صادفت أهلها الدكتور أشرف هاشم. نرحب بك يا دكتور أشرف. أهلا بك يا فندم، منورنا، وأهلا بكم بالمركز الخبرة والأعلاف. لكن أنا بشكر حضرتك على المقدمة، يعني اللي أخجلت تواضعي. لا يا فندم، ده أنا كتير علي قوي. لا يا فندم، أنا مجرد أحد أبناء مركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة، وطبعا المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بيتي اللي بشتغل فيه من يوم ما تعينت. وكل ما في الأمر إن إحنا هنا اتعودنا بنحب عملنا وبنشتغل بإخلاص للصالح العام ولصالح مصر، لا أكثر ولا أقل. حضرتك إحنا خلي بالك إن ما كناش نقدس العلماء والباحثين ونديهم قدرهم، والبلد اللي ما ترفعش قيمة العلم وما ترفعش قيمة العلماء، أظن ما يعني فمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكيد واخد بالك، قدرت العلماء. والدكتور أبو ستيت، أيوة، وزير الزراعة، راجل عالم فاضل أكيد محترم، أكيد واخد بال حضرتك، فبيقدر العلماء، وراجل باحث وكبير. فنحن دائما كمقدمي برامج او اعلاميين نسعى الى العلماء، نسعى الى معرفتهم، وانت من ضمن العلماء اللي نسعى يعني الى معرفتهم. اتمنى اكون عند حسن ظنكم. لا، ده عند حسن ظن القيادات دي. الله يبارك فيك. شكرا يا فندم. دلوقتي حضرتك احنا ضيف كبير زي حضرتك بنحب هو اللي يقدم نفسه. من هو دكتور اشرف هاشم؟ والله انا اشرف هاشم، حاليا وانا قاعد معاك مكلف باداره المركز الاقليمي للاغذيه والاعلاف من 11/6/2017. ولو حاجه نبذه بسيطه عن السي في بتاعتي. اتفضل. نبذه بسيطه جدا اللي يسمح بيها البرنامج. لا يسمح يا بندب باي حاجه تقولها. يعني انا اصلا بكالوريوس زراعه. أيوة. ثم ماجستير بكالوريوس زراعه قسم انتاج حيواني. تمام. ثم ماجستير في تغذيه الاسماك في زراعة عين شمس. تمام. ثم دكتوراه في تغذية الأسماك، وترقيت الترقيات المعتادة بتاعتنا اللي بيسمع ليها نظام معين، بقيت باحث أول ثم رئيس بحوث في نفس المجال اللي هو تغذية الحيوان، واخد بال سعادتك. وبشتغل من سنة 88 في المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف. بسم الله ما شاء الله. وخدته بقى يعني من أول جميع أماكن بتاعته، بدء ان انا بحلل عينات في معامل. ثم كان من حظي الجميل وده اللي اثر فيا في حياتي بعد كده وحتى الان، ان انا اخترت من قياده المعمل وقتها اني كان نعمل اعتراف دولي بالمعمل ايزو، بس ايزو من النوع اللي هو الاعتراف دولي بالمركز الاقليمي للاغذيه والاعلاف. فاخترت ضمن كنا مجموعه قليله جدا، 2 أو 3، وإن إحنا نبتدي الموضوع ده. وكان وقتها الكلام ده سنة 98، كان لسه يعني إيه المعروف الأيزو الإداري، الحاجات الإدارية، لكن كموضوع يشمل إدارة وأمور فنية كان حاجة جديدة، وبالنسبة لها ده طلاسم كده نعمله إزاي. فكانت الـ 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 القرار وقتها إن إحنا الأول ندرس يعني إيه جودة.
فروحت الجامعه الامريكيه خدت دبلومه في توتال كواليتي مانجمنت اللي هي اداره الجوده الشامله في الجامعه الامريكيه سنه 98 99. تمام. ودي كانت نقطه انقلاب في حياتي انا شخصيا، لان فتحت لي الباب امام افاق جميله جدا. التوتال كواليتي مانجمنت حاجه مش هنخش فيها تفاصيلها، انما هي دي احد لو دورت اي دوله نجحت من الدول اللي عملت بريك ثرو في حياتها يعني هتلاقيهم بيشتغلوا تي كيو اي توتال كواليتي مانجمنت. هو مجال لطيف جدا حبيته واشتغلت فيه بقى. انا كنت الناس اللي اسسوا نظام الجوده بقى في المعمل، وخدنا الاعتراف الدولي من 2004 ل 2000 لغايه دلوقتي. بسم الله ما شاء الله. واخد بال سعادتك. وكاد الموضوع ده خد مني بقى من 98 ل 2004 كنت مشغول بيه تماما. تماما. نعمل حاجه اول مره واحنا بنعملها بمجهودنا، حاجه جديده. فكان وقتها كنا اول سنه 2004 كنا من اوائل الناس اللي خدوا الاعتراف ده من جهه امريكيه اسمها الاي تو ال اي اللي هي الامريكان اسوسيشن فور لابوراتوري اكريديتيشن. ده معناه ان النتيجه بتاعتنا اللي طالعه من هنا نتيجه التحليل، الشهاده اللي طالعه بيها التحليل معتمده في اي دوله في العالم. تمام تمام. موثوق فيها معتمده في اي دوله في العالم. تمام. فده نبذه بسيطه عني. يا فندم ده احنا سعداء بالمجال البحثي اللي هي نشاط في الابحاث طبعا بصفة ان انا اصلا باحث. طبعا انا فليه نشاط في الابحاث، بس الاداره بتزحمه يعني دايما ايه في حرب هنا يعني هو دايما، بس الاداره اللي تبعتها ومسؤولياتها الثقيله بتنتصر. طبعا في اوقات كتير. بس مازال الباحث جوايا. انا ليه نشاط لسه البحث منشور قريب جدا. بحث جميل. نبقى ناخده باذن الله البحث ان شاء الله. كان بحث جميل كنت عايز اعمله من سنين، بس الظروف ان انا مشغول بالاداره بقالي سنين. ربنا يديك الصحه. قبل ما اكون مدير انا كنت وكيل للمركز الاقليمي، وقبل كده كنت انا مدير توكيل الجوده اللي هو ماسك موضوع الاكريتيشن ده في المعمل كله، المركز الاقليمي كله. وقبل كده كنت ماسك الرقابه على الشحنات. فطول عمري بقالي مثلا 15 20 سنه ده في الاداره. بسم الله ما شاء الله. قبل ما اكون مدير للمركز الاقليمي. ربنا يديك الصحه والعافيه. لكن البحث العلمي ده موضوع جميل جدا. وانا بحبه يعني، بس عايز دماغ رايقه يعني. بس بقدر الامكان انا ما بعتش ما ابتعدتش عنه يعني، وبحاول. وعندي كم بحث بشغال فيه مواضيع مهمه، وبختار مواضيع دايما يعني بتعالج مشكلات يعني، مش مجرد بحث علمي للبحث العلمي، لا مواضيع بتناقش مشاكل حقيقيه. وده اصل البحث العلمي. طبعا البحث العلمي لازم يدي حاجه للمجتمع، لازم يقدم جديد. يعني والحمد لله ربنا بيوفقني. الحمد لله. في بحث لسه منشور قريبا جدا ليا انا وزميل من اصغر مني سنا. ويعني الحمد لله. ربنا يديك الصحه والعافيه. دي يعني نبذه مختصره عني يعني. طيب برضه هناخد حاجه برضه، الهيكل التنظيمي عند سيادتك يعني ايه الهيكل التنظيمي بالنسبه للمركز؟ والله هو المركز الاقليمي للاغذيه والاعلاف هو طبعا بيتبع مركز البحوث الزراعيه. يعني المركز البحوث الزراعيه بيتكون من حاجات كتير. نعم 18 مركز. معهد على معهد وفي معامل مركزيه. معامل مركزيه. احنا من الكلاس بتاع المعامل المركزيه. تمام. سعادتك احنا ممكن نقسم المركز الاقليمي اثنين فرع كبار. اثنين فرعين كبار. نبتدي الاول بالفرعين الكبار. في الرقابه. أيوه. على الاعلاف، وناخد بقى اللفظ اللي بتاع القرار الوزاري اللي بيشتغل. أيوه. فيها ده الرقابه على الاعلاف وخامتها اللي بتيجي من بره ومن جوه، من سواء مستورده او داخليه او منتجه محليه. تمام. واخد بال سعادتك. وفي الشق الثاني هو البحث العلمي. تمام. سبيشاليزم. فبالنسبه للرقابه طبعا الرقابه دي اللفظ ده ما بحبوش. ليه؟ لان هو يعني في اللغه العربيه بتاعته يعني براقبك. وفوق الناس ايه، الناس ايه وقعوا على الناس. صعب. مش لطيف. انما هي في الحقيقه يعني بشك فيك. احنا بنشتغل الكواليتي كنترول والسيفتي. بمعنى ان العلف ده اللي هيقدم للحيوان اللي هيوصل للانسان عن طريق الحيوان. في منتجات الحيوانات المختلفه. هو مطابق للمواصفات، بمعنى انه اللي بيستخدمه الحيوان من اجلها. بمعنى انه مطابق للمواصفات يعني يسمح للحيوان انه يدي اعلى انتاجيه، وده مطلوب. ده اكيد 100%. زائد السلامه للسيفتي، السلامه انه ما فيهوش اي ملوثات او اي مواد
قد تضر الحيوان وقد تضر الانسان، وبالتالي هنعكس على الانسان. على الانسان. فهو دي بتبتدي الرقابه، بتبتدي بدايتها بالمواصفات والتسجيل. مفيش اي علف او ماده علف، ماده علف يعني الحاجات اللي المكونات بتاعت العلف، مفيش واحده منهم يسمح بالتداول ليها الا اذا كانت تبتدي بمرحله ايه، هي ليها مواصفه هي ليها تسجيل. ليه الفرق بين الاثنين؟ هو الاثنين تقريبا واحد. المواصفات بنتكلم فيها على الخامات الستيبل اللي هي ايه، ثابته. يعني بنقول مثلا كسب صويا، كسب عباد شمس، نقول مثلا خميره، دي حاجه ثابته يعني مواصفاتها مفروض ما تختلفش من منتج الى اخر، من دوله الى اخرى، هي حاجه ثابته. فالحاجات دي بقى لها مواصفات، مواصفات عالميه ومحليه. عالميه طبعا. وفي ايه، والمواصفات المحليه هي احنا بنعملها يعني متماشيه مع المواصفات العالميه. طب هقطع حته بس، انا ما احبش اقطع الضيف. الدول اللي بنستورد منها اعلاف على مستوى العالمي، قبل بس النقطه دي، التسجيل. ماشي. الوجه الاخر لايه، للمواصفه. ماشي. التسجيل في الحاجات اللي هي مش ثابته، يعني شخص او مصنع او جهه انتجت مركب معين بمواصفات بتاعتهم هو لغرض معين، بمزاجه هو، بمزاجه طبعا، مش بمزاجه اب يعني، يعني حسب ما يعني عايز يكسب مثلا. هنقول عايز يكسب، عايز يكسب، عايز يكسب بعمل حاجه كده، يعني حاجه ايه، ابداع بتاعه، ابداع اختراع بتاعه، سميه زي ما تسميه. ده بيعمل له تسجيل بتاع المركب ده، ولازم يراجع عند حضرتك طبعا. كله سواء ليه مواصفه، الحاجات ليها مواصفه او ليها تسجيل، لازم ما تخشش مصر او تنتج محلي الا طبقا للمواصفات اللي حاططها، للمعايير اللي انتوا حاطينها. والا يرفض تماما. بالظبط. والا يرفض تماما. سؤال حضرتك كنت بتساله ايه بقى؟ الدول اللي كنتوا حضرتك ايه ما زلت تستورد من الاعلاف يعني. اولا مصر ما بتستوردش اعلاف. او مكونات اعلاف. الا بالنسبه لعلف القطط والكلاب، البيتس ده فود، ده بيستورد. انما اعلاف مصر لحيوانات المزرعه، سواء ماشيه او دواجن او اسماك، احنا ما بنستوردش مصر اعلاف خالص. طب حضرتك امال الدوره ما تعتبرش اعلاف ولا ايه؟ الدوره خامه علف، بتخش في العلف. ما انا بتكلم على الخام يعني. بتستورد طبعا. في بيتم حضرتك انت بتراقب عليها دي؟ كنا قبل كده بنراقب عليها لغايه سنه 2016 صدر قرار ان الهيئه العامه للرقابه على الصيدليات والواردات هي اللي تتولى، هي المنوط بها، وسموها سلعه استراتيجيه، هي المنوط بها الرقابه على الدورة الصفراء المستوردة. ايوه يا فندم. وبس برضو احتفظوا بالمركز الاقليمي للاعلاف كجهة مرجعية. لو حاجة يرجع اليها، لو في حاجة معطلقة. بالظبط. احتفظوا بينا كجهة مرجعية. انما الروتيني اللي بشكل روتيني ده الهيئة العامة للصادرات والواردات. طب حضرتك هنرجع لزمن 30 سنة مثلا لورا يعني. كان عندنا احنا كفلاحين يعني، كان عندنا الكسب. الكسب بيجي الواح واخضر، وكان في حاجة زي كده يعني رفيعة برضه تبعات للكسب. ده انقرض، ما عادش بيجي. ليه؟ ما انقرضش ولا حاجة. هو ايه، انا عارف لفظ الكسب ده في الارياف تسمع يقول لك الله يرحم ايام الواح. الواح ده حضرتك، الواح او غير الواح، ده طريقة تصنيع. يعني كان زمان في الفتره اللي بتتكلم عليها دي كان مكابس عاديه، فبيطلع الا ما بيكبس يعني بذره القطن، بيطلع لوح. بالتحديد كان بيطلق على بذره القطن الاخضر ده بتاع كسب بذره القطن. فبذره القطن لما يجوا يستخلصوا منها الزيت كان بالضغط الهيدروليكي يدوس عليها تنزل الزيت، وياخد الزيت بقى يعمل له تنقيه واللازم منه، ويدخله بتغذيه الانسان. المتبقي ده بقى بيبقى مكبوس شكل لوح. اي بالظبط. ايه اللي حاجه بتقول عليه موجوده حتى الان، ولكن بقى في طرق تصنيع ثانيه اخرى، زي بالموزيبات، بيستخلص بالموزيبات. يعني تطور طرق التصنيع حتى يعني، هو تطور طرق تصنيع تطور. مش هو مازال موجود. موجود، مازال موجود، بس مش بالشكل اللي حضرتك معتاد عليه من 30 سنه. اللي كان بيجي في الجمعيات وبيجي على موضوع الجمعيات بقى، ده موضوع اخر. لا لا، بقول كان بيجي في الجمعيات يعني، بقول يعني انا شفته في الجمعيات. ايوه فندم. ما شفتوش يعني ايه، هو موجود حضرتك في بيطلع من مصانع اللي بتنتج زيت القط، اللي بتعصر زيت القط، سواء مصانع حكوميه، المصانع الحكوميه، وفي مصانع قطاع خاص بتنتجه بس. وفي ساعات بيبقى موجود اللي حضرتك بتقول عليه ده، بس بيكسروه، يبقى صغير كده، حتت كده، يبقى صغير. انما هو ما زال موجود.
طب حضرتك عايزين برضه احنا هنستثمر القعده مع سيادتك المكونات بتاعت العلف، يعني مثلا جاني انا مثلا مربع عندي مزرعه او وجاتني العلف، ايه المكونات بتاعت العلف؟ والله هو احنا العلف هو العلف ده هو غذاء للحيوان. ما انا عارف انا غذاء للحيوان بنعمله ليه؟ عشان عشان الحيوان اولا يبقى صح، حالته الصحيه جيده نمره واحد. نمره اتنين انتاجه يبقى ايه اعلى انتاج يسمح به امكانيات الحيوان دي كانت وراثيه بنقولها. لان كل حيوان ليه سقف معين انتاج ما يقدرش يعني ما يجيب اكتر منه، محكوم بالجينات الوراثيه بتاعته. تمام. فوظيفه الغذاء هنا ان انا اخلي امكن الحيوان انه يحقق اعلى انتاجيه. دي نمره واحد. نمرة اتنين او دي نمرة اتنين، نمرة واحد قلنا الحالة الصحية. نمرة اتنين اللي هي يكون سيف امن. امن لان عشان الحيوان ما يتضرش صحيا يعني، وعشان لو ما ظهرش حتى ضرر على صحة الحيوان بينزل من المسببات اللي هي بتسبب اضرار الحيوان اللي هي الان سيف للحيوان بتنزل في منتج الحيوان زي اللبن في البيض، في اللبن في البيض في اللحم في اللحمة والإنسان بيستهلكها بعد كده تنعكس عليه طبعا. فهو ده الأهداف اللي بنعمل بيها العلف. مكوناته إيه بقى؟ هو حاجات كتير قوي. احنا عايزين يعني نقول للناس أن الحاجة دي مكونات يعني علميا بنحقق له احتياجاته من البروتين والطاقة. من البروتين والطاقة وعناصر دي التو أو الحاجتين الكبار. وفي حاجات بقى صغيرة جدا في حجمها لكن اهميتها لا تقل عن البروتين او الطاقه. بنحققها منين الحاجات دي؟ كل حيوان ليه احتياجاته حسب نوعه وحسب الانتاج اللي هينتجه. يعني المدرب الالبان غير اللحم غير البيض غير الفرخه غير البقره، يعني حسب احتياجات الحيوان بنديله احتياجاته من الطاقه والمواد الغذائيه الاخرى من خلال العلف. طبعا الحاجات دي بنديها ازاي؟ الخامات بتاعت العلف زي حضرتك قلت الذره اتكلمت على الكسر. الحاجات دي مصادر للبروتين ومصادر للطاقه ومصادر للمركبات الغذائيه الصغيره في الحجم وليس في الاهميه وليس في الاهميه. بنقعد المختص بقى بيقعد يركب بينهم تركيبه خلطه ما تحقق للحيوان اللي بنسميها العلف. تمام. العلف النهائي او العلف المركز بتدي للحيوان احتياجات. حضرتك هل بيحدث فيه غش في الاعلاف؟ يعني احنا بنقول انه في غش في المواد الغذائيه، في غش ما اعرفش ايه، في غش في الاعلاف؟ اكيد الغش هتلاقيه موجود. يعني ايه نوع؟ ما هو خلي بالك معلش احنا يعني بندرس. لا لا يا فندم تحت امرك. علشان احنا نعتبر برنامج ارشادي، ازاي الفلاح او الراجل البسيط يعرف انه الحاجه دي مغشوشه؟ يبقى نخليهم سؤالين. في غش ايوه ونجاوب عليه. وازاي المزارع يحمي نفسه؟ يحمي نفسه. في غش طبعا، في غش لان ده موجود ازاي وسيظل موجود بالزبط. لان ده سلوك انساني بالاساس. يعني حضرتك بالنسبه احنا بنشتغل على المستورد، دور المركز الاقليمي في كشف الغش والحد منه نقولها كده. حضرتك عندك في مستورد بيجي لنا مش اعلاف جاهزه، خامات. الخامات اللي انتوا بتصنعوها بعضها وبعضها مش كلها اللي بتصنع وبعضها مش كلها. وفي حضرتك المنتج المحلي. احنا بنراقب على الاثنين. بالنسبه لازم يكونوا مطابقين للمواصفه او للتسجيل بتاعهم. غير كده لا يسمح بتداولهم. تمام. لو كلمه مواصفات يا دكتور ما قطعش حتى حضرتك، كلمه مواصفات متاخده على عونها. يعني ما هو اي حاجه بقول مثلا الجاكيت اللي انت حضرتك لابسه ده مواصفات عالميه. الكرافته دي مواصفات عالميه. احنا عايزين نفسر الحته نطلعها طيب. كده ندقدقها كده ايه ماشي. يعني مواصفات انه خد مثلا الكلمه اللي سعادتك قلتها اللي معروفه عند اخواننا في الريف. أيوة. او المزارعين. وانا كنت مزارع بشكل ما كلنا يعني ابناء الريف. انا زيهم يعني كلنا واحنا بنخدمهم. طبعا طبعا. ويستحقوا كل خدمه طبعًا. يستحقوا كل خدمه الحقيقه. ناخد الكوسب اللي حضرتك بتقول عليه. هو كوسب بذره القطن. هو اصلا مصدر بروتين. ليه نسبه بروتين معينه ما يقلش عنها. اولا لازم يبقى كوسب. وده حاجه جديده هقول لك عليها ينفرد بيها المركز الاقليمي. تمام يا فندم. لازم يبقى ايه؟ كوسب. بذره قطن. تمام. في نسبه بروتين معينه، نسبه الياف معينه، نسبه رماد معينه،
يعني بقيه التحاليل دهون معينه ما تزيدش عنها. في حاجه اسمها انتي نيوتريشنال فاكتورز او مواد بتخلي الاستفاده منه مش جيده. واخد بال حضرتك؟ ده اللي هو الفريجوسيبول في بذره القطن. كل ماده ليها ماء، كل خامه ليها ماده انتي نيوتريشنال فاكتورز او بنسميها مواد مثبطه للاستفاده من الغذاء يعني تخصها. فبذره القطن ده، كسبس القطن ده الفريجوسيبول ما تزيدش عن ليميت معين، عن حد معين. وفي حاجه اللي تخص السلامه بقى اللي هي السموم الفطريه، مفروض ما تزيدش عنه. وده انا حافظها لانها ايه بنستخدمه كتير، السموم الفطريه ما تزيدش عن 20 جزء في المليون. ايوه. وفي منهم نوع اسمه بي 1 اللي هو اخطرهم، ما يزيدش عن 10 جزء في المليون. فده بيحقق ايه؟ لما تيجي تعمل علب حضرتك عايز البروتين وتبقى عارف فيه بروتين، تعرف تصنع، عايز الحاجه الكويسه اللي تطلع عشان تعرف تصنع، وعايز السلامه اللي اتكلمنا فيها في حاجتين، السموم الفطريه والماده المثبطه للاستفاده. الترجمه انا عارفها انتي نيوتريشنال فاكتور، الحمد لله. انما ممكن افسرها الماده اللي هي ايه بتعيق او بتثبط او بتقلل من الاستفاده من الماده الغذائيه. دي المواصفات. تمام. حضرتك ازاي بيدخل هنا بقى الغش؟ في نقطه انا عايز اتكلم فيها، اتفضل يا فندم، اللي هي الحته او الجزئيه اللي بينفرد بيها المركز الاقليمي. وبقولها وانا مسؤول على الكلمه دي. احنا من سنه 89 المركز الاقليمي للاغذيه والاعلاف، ده طبعا المركز اللي انت شايفه الكبير ده ما بداش كده، ده كان صاله صغيره وبقى الحجم ده الموجود الحالي يعني خد مراحل تطور يعني. بالظبط التطور. فمن ضمن مراحل التطور كنا كل فتره بندخل تحاليل جديده، يتم ادخال تحاليل جديده لاهداف تخدم الوظيفه العامه للمركز الاقليمي. تمام. فدخلنا سنه 98 99 حاجه اسمه الفحص الميكروسكوبي. تمام. الفحص الميكروسكوبي، الفحص الميكروسكوبي ده بيعتمد من التركيب يعني الحاجات اللي قلنا بروتين وتاخد حاجات كيماويه. انما الفحص الميكروسكوبي ده بيعتمد على الفحص الخلوي للماده. اقول لك ده عباره عن ايه، اقول لك ده فيه رده وفيه ذره وفيه كز المكونات بتاعته. فمعظم الحاجات دي انا بخضعها او بنخضعها هنا للفحص الميكروسكوبي. دي بقى اللي باين فيه غش ولا لا. لو قال ممكن يقول لي هو 100% كوز بزف قط حسب التركيب. ايوه هو قال لك او يقول لك ايه ده فيها حاجه خير، ده في مثلا ده هو كوز ببذره قطن ومعمول عليه حاجه معينه ثانيه بودره كذا، ده غش. يترفض إيه؟ على طول. لان اللي اعتمدنا على الكيماوي بس، انا ممكن اعمل لك حاجه شكل بذره القطن كراجل متخصص يعني شكل كوز بذره القطن دي وهو مش كوز بذره القطن. تحاليله كيماويه يديك مثلا ال 24% بروتين او ال 27% بروتين، يديك كل المواصفات اللي قلتها لك دي لو واحد ايه عارف ونيته مش كويسه. الفحص الميكروسكوبي هنا بقى هو الفاصل، هقول لك ده هو فعلا كيس بذره قطن ولا لا. وده كان يعتبر انا في رايي الشخص المتواضع كان يعني كان قرار مهم قوي. واحنا عندنا معمل جميل جدا بعتز بيه جدا، في ناس متخصصة ومدربة على أعلى مستوى ومعترف بنتائجه دوليا. تمام. المعمل ده معمل الفحص الميكروسكوبي، ده اللي بنعتمد عليه في كشف الغش التجاري. هندخل حضرتك في نقطة الراجل اللي هو الغلبان اللي زي المزارع، واخد بالك الراجل اللي ما يعرفش حاجة، الأعلاف اللي ما دخلتش عن طريق حضرتك، لا ده دخلت عن طريق مثلا القرية، دخلت عن طريق المركز. ازاي الراجل البسيط اللي هو بيعلف يعرف انه ده مغشوش ولا مش مغشوش؟ نعرف الاجابه من الدكتور. طيب. ولكن طيب. بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني وبنذكر الدكتور اشرف انه حضرتك اتكلمت كلام كويس جدا وعالم يعني اتمنى هذا يعني وحضرتك يعني انا مش شخص استفاد. الراجل الغلبان اللي احنا قلنا اللي هو انا والراجل الريفي، احنا اتكلمنا بسبيشاليزم اللي هي البحث العلمي بالنسبه للاعلاف. طيب انا دلوقتي في واحد بيصنع في القريه ولا بيصنع في المدينه ما بيجيش لحضرتك، وده للفلاح ازاي يعرف ان الاعلاف دي مغشوشه؟ اولا
يعني السؤال ده يمكن اهم سؤال حضرتك سالته لي، لان انا بقابله تقريبا كل يوم او كل فتره بنواجه المشاكل اللي زي دي. طبعا احنا وظيفتنا اساسا دعم الفلاح 100%، ودي القياده السياسيه طبعا بتوجه بكده، لان ده ما هو اللي بياكلنا حياه مصر او اي دوله، زراعه وفراخ وبيض ودايما معالي الوزير في كل اللقاءات يؤكد على دعم الفلاح، واحنا كلنا فلاحين وده دورنا ودور وزاره الزراعه. تمام. في الحته بقى حضرتك، انا بطلب من زمايلي لان انا كنت منتج او اعتبرني منتج، زمايلي المزارعين اللي بيشتغلوا في مجال الانتاج الحيواني، هو العالم الانتاج الحيواني، حاجتين اللي هيعمل اللي هيضمن له حقه هو اكتر مني نفسه، انا مجرد وسيله. هو انا مش انا اشرف يعني، انا المركز الاقليمي وسيله بتحميه، انما هو اللي الدور الاساسي. فبطلب منه حاجتين، ما يتعاملش مع اي حد الا لما يكون لو مصنع مرخص. مصنع مرخص. مرخص. اسمعوا يا اخواتي. لان المصنع المرخص وزارة الزراعة تعلم مكانه. بالظبط. انما حد تحت بير السلم. ما يعرفوش. وبنحاول جاهدين في السكة ديت ان احنا بندور وبنلاقي وما تجيلنا معلومة، نحصل على معلومة بنروح لها وبناخد ضدها اجراءات. تمام. اللي هو المركز الاقليمي وقطاع تنمية الثروة الحيوانية مع بعض في الحتة دي، اللي هي الرقابة الداخلية على المصانع. بس هو يريحنا ويريح نفسه، ما ياخدش من حد الا يكون مرخص وما يتكسفش. احنا في الفلاحين ما بنتكسفش. لا برضو عندنا ايه يعني بعض يعني العادات. ده ابن عمي، ده قريبي، ده ابن حلال، وهتخرب بيت. لا 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 لا, لا, لا هو مش هو هيدفع فلوس ولا مش هيدفع فلوس؟ هيدفع طبعا. يطلب منه، لازم يشوف ترخيصه، لازم يشوف المواد اللي بيشتريها دي مسجله في وزاره الزراعه ويوري له التسجيل. لان اي مصنع لما بنطلع له مع قطاع تنميه الثروه الحيويه بنعمل حاجه بنسميها التفتيش الفجائي، بنروح بدون ما يعرفه. كده. واخد بال سعادتك؟ من ضمن الحاجات اللي تشاف وريني تسجيلاتك ويشوف تسجيل واصل من الصوره، اصل عليها دمغه كده ولا خيط. ممكن يتعمل فلوس. لا حقه، مش هيدفع فلوس. طبعا. ما يتكسفش. ما يتعاملش يعني الا مع جهه معلومه لدى وزاره الزراعه، يعني معاه ترخيص تشغيل من وزاره الزراعه، كل منتجاته مسجلة لدى وزارة الزراعة، غير كده ما ياخدش وما يدفعش جنيه. هو الدور دور الأولاني. ثانيا لما يجي يشتري حاجة يراجع. طبعا. يا بيه راجع. يعني لازم أخاف على الماشية بتاعته. يعني مثلا بتلاقي بقعد أنا دايما أدخل على السوشيال ميديا أنا كهاوي كده أشوفهم في جروبس كده بتتكلم على الحاجات دي، بس ما بشتركش. المهم عادي. أبص كده. للمعرفة. بلاقي ناس بتضحك عليها كتير. للاسف بلاقي والناس بقى ايه يعني حاجات مش منطقيه ومش طبيعيه. الدور الاساسي للي هيشتري، اللي هيدفع الفلوس. ولو اي حد، انا بقول لاخواننا المزارعين، اي حد لقى اي حاجه غير اللي انا بقولها دي مش مسجل في وزاره الزراعه، تسجيلات ومالهوش تسجيلات، منتج مش متسجل في وزاره الزراعه، منشاه غير مرخصه من وزاره الزراعه، يجيني وانا مكتبي ده مفتوح. تمام. مفتوح بمعنى الكلمه. اسمعوا بقى، اسمعوا الدكتور هشام بيقول ايه. ومش كلام ومش كلام نظري. نظري ده في حقيقه. ابعت عدى اعمل عليك تفتيش فجائي. ربنا يديك الصحه والعافيه. اي وقت انا اي حد من بالذات المنتجين والشركات المتعامله في المجال ده عايز يقابلني، بيقابلني انا شخصيا. هو احنا جينا لنا مكتب وبتعامل معاه شخصيا، ودي حقيقه. لو اي حد من الساده المشاهدين اللي هم مهتمين بالمجال يجيني، بس يجيني بكلام واضح. انا صريح، لما يجيش بقى يعطلك بقى او يعطل. مره مثلا اقول لك حاجتين. مره واحد جالي وجاب لي كيس كده وقال لي ده بينتج، قلت له بينتج فين؟ قال لي الحته الفلانيه كذا، اداني معلومات كامله بالتليفون في المكتب ده. بالتليفون كلمت زميلي الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية. راجل محترم. كلمته قلت له في موضوع في الحتة الفلانية اسمه كذا، وانا وانت وانا هو بس اللي بنعلم. ده دكتور طارق حاجة. لا حضرتك كبيرة. تطلع، طلعنا لجنة بالتليفون. تاني يوم اللجنة راكبة العربية راحة، قلت له اركبوا طريق مصر الزراعي. فين؟ مالكوش دعوة. وبالتليفون سرية. ايوه يا فندم. والاتفاق كان بيني وبين الدكتور طارق ان هو لما يوصلوا بنها كده مندوب من عنده. تمام.
يقولوا له ايه، يقول لهم ايه انتوا رايحين فين بالظبط عشان ما يصرفش. وفعلا اكتشفنا مصنع مع انه مرخص ومسجل، انما طلع بايظ في مشاكل، وخدنا ضده اجراءات من خلال قطاع تنميه الثروه الحيوانيه. فلما يبقى عندي معلومه حقيقيه اللي بتقوم عليها بنعرف نشتغل، لا بتعطلك ولا انما بتعطل. في بعض الناس بيجي جاي مغرضين واحد مغرضين في مغرضين، وفي واحد مثلا جاي بيقول لي انا العالم المزرعه عندي في بني سويف، كان المزرعه عندي الفراخ مش عارف حصل فيها ايه وايه، والعلف بجيبه من واحد اسمه كذا. قلت له، فسالته الاسئله دي، ده مرخص سكت، ده معاه مسجل العلف بتاعه سكت. قلت له ما ينفعش الكلام ده، لازم تكتب لي تقول لي هو في، او قول لي يا اخي. ما رضاش يقول لي، فطبعا ما رضيتش انا اخد اي اجراء. هتاخد اجراء في قد الهواء. يكون مغرض، لا بالظبط، قد يكون ايه مغرض. مغرض، فاحنا طبعا وسيء لواحد الامور يقفل دي المصنع. فيها جانب قانوني برضه. لا خلي بالك، وهيسيء لواحد هيقفل طبعا بيته. طبعا، فهم الرقابه اللي وزاره الزراعه متمثله في المركز الاقليمي للاغذيه والاعلاف وقطاع تنميه الثروه الحيوانيه في موضوع العلف ده بتبذل مجهود. يعني حضرتك اسال مني او شوف او شوف البيانات شايفين. بتاعتنا، يعني فوق، يعني بكل ما في وسعه احنا شايفين المجهود من ناحية جودة العمل ومن ناحية حجم العمل اللي بيتم. لكن برضو بقول لسعادتك في دور أساسي اللي هو بيطلع من جيبه فلوس يشتري الحاجة دي، اللي هو المصدر. ما تشتريش من أي حد، ولما تيجي تشتري من حد تتأكد من ترخيصه، تأكد إن المنتج ده مسجل لدى وزارة الزراعة. ولو عندك شك هات لي عينه وتعالى وانا احللها لك واقول لك صح ولا غلط. ومكتبنا مفتوح وفي القطاع مفتوح في الوزاره، وكلنا بنخدم وفي الفلاح. خدمه المزارع المصري او الفلاح المنتج اللي هو المنتج الحقيقي اللي هو فعلا يستاهل الدعم. ولما بكرر تاني، لما القياده تهتم بيه، يبقى معالي وزير الزراعه في كل ندواته طبعا هنا او في اماكن اخرى. الدكتور عايز الحرص دايما راجل محترم على دعم الفلاح بجميع الطرق والوسائل. احنا تحت امره، ومكتب مكاتبنا كلنا مفتوحه له. ويعني لما يجي يقابلنا مره اي واحد منهم يعمل تيست كده ويجي لنا، هيلاقي حاجه كانه بقى يعني غريبه. سرعه الاداء، الحمد لله، استقبال حسن، الحمد لله، مفيش فوطفه علينا بكره. لا لا لا، واخد بقى حضرتك، هيلاقي اداء مختلف تماما، وان كان ليه حق بياخده. حضرتك هندخل على سؤال برضه في نفس الاعلاف. آه. الاعلاف البديله مثلا زي السلاج، الحاجات الخضراء. ايه انواع الحاجات الخضراء بقى اللي بتدعم الحاجات المصنعه او بتفيد الحيوان؟ بص اقول لحضرتك على حاجه، الاعلاف، خد اللفظ. وحضرتك مزارع ومن الارياف، من الارياف، ما هو العلف البديل؟ العلف اللي هو الحاجات الخضراء. لا، الخضرة عمرها ما كانت بديل. البرسيم ده كان علف بديل، ده اساسي اساسي في الماشيه. اساسي. البرسيم ما هو علف اخضر. اخضر. بص سعادتك، انا اقول لك على حاجه. طبعا اي شيء يساهم في تحسين منظومه تغذيه الحيوان احنا معاه، ولو في علف بديل احنا معاه. طب ايهما الافضل برضه؟ الاخضر. انا بقول لسعادتك العلف ده غذاء للحيوان. لازم، قلنا في الاول لازم يحقق حاجتين. انه يديله مواد طاقه غذائيه تسمح للحيوان انه ايه، يدي اعلى انتاجيه ليه، وصحه كويسه. والناحيه الثانيه السيفتي او السلامه. فلازم اي علف بديل لازم يبقى اتحقق فيه الاشتراطات ديت. اكيد. يعني على مسؤوليتي انا او رايي الشخصي كراجل بتاع تغذيه حيوان، مفيش علف بديل 100%. مفيش علف بديل 100%. هو في ممكن بعض ممكن نعرفه الاول تعريف بتاعنا. اتفضل يا فندم، احنا عايزين نستفاد. وقد يكون مخطئ، ان ممكن يتفرج علينا دلوقتي اساتذتي، فارجو منهم السماح لو اخطات، فانا ما زلت تلميذ يعني. واحنا كلنا بنتعلم. العلف البديل اعرفه انا اشرف يعني، انا احترت في تعريفه يعني. فهو العلف اللي ايه، او الماده الغذائيه للحيوان اللي لم نالف استخدامها من قبل، اللي ما تعودناش عليها. قد يكون كده. لا بالظبط، وجهه نظر انا كده، والله وجهة اعلم. لا وجهه نظر. واساتذتي طبعا ايه، هيصححوا لي الراي ده، هو لا. مجرد راي يعني. لا لا يا فندم، يعني ما تاخدوش انه تعريف علمي. لا لا. ده راي. بتندردش ده راي. ف
فالعلف البديل بالتجارب اللي تمت كلها، الحاجات اللي كانت ما بتستخدمش قبل كده، لا يمكن يبقى بنسبة 100% بديل يتاكل كده لوحده للحيوان. بالظبط. هو لو قدرنا الحاجات البديلة اللي تثبت بعد دراسات وتقييم علمي سليم انها ذات قيمة ما في تغذية الحيوان، ممكن ولو استخدمناها بنسبة 5 ل 10% هذا جيد. تمام. انما كلامي بقى موجه لمين؟ دلوقتي لاخواننا الفلاحين والمزارعين. المزارعين والمنتجين. محدش يقول لك ده خد ده علف بديل وهيعمل لك ويسوي الهوايل وما تعملش غيره. ما تسمعش الكلام ده، وارجع للناس المتخصصين اسالهم. هقول له ده كويس ولا وحش؟ اسالهم رايك ايه؟ هنديله طبعا، احنا مش اصحاب مصلحه. ان غالبا اللي بيعرض عليه العرض ده صاحب مصلحه اكيد 100%. انما احنا مش اصحاب مصلحه، مصلحتنا مصلحتك. الراجل اللي عنده الحيوانات بينتهي دي مصلحتنا، ان يبقى هو راجل محقق مصلحته وناجح في نشاطه. تمام. فعلف بديل 100% مفيش. ده وجهه نظري الخاصه. لا ده وجهه سليمه، انا نعتز بيها طبعا يا دكتور. وبعدين لما تيجي لو لا، هو مش تعريف، هي وجهه نظر راي. ما هو اللي انا قلت اللي هو اللي لم نعتد استخدامه من قبل. بالضبط. ده رأي مش وجه، مش تعريف. فرق تعريف علمي ده موضوع يعني. كبير يعني بالزبط. انا ما اقدرش عليه. واخد بال حضرتك؟ اتفضل. فالعلف البديل لو جيت رجعت بالتاريخ هتلاقي في حاجات كتير تعتبر علف حيوان دلوقتي، زمان ايوه ما كانش بتستخدم. زي يعني مثلا ايه؟ انت عارف حيوانات البقر والجاموس وكده والغنم بياكل علف مركز وماده مالقه، تبن وقش. ايوه قش الرز لسنين طويله فاتت ما كانش الفلاحين يستخدموه، استخدموا تبن. يعني انا شفت حاله بنفسي كانوا بيحرقوه، بيحرقوه ومش مقتنع انه ينفع الحيوان بديل التبن. فانا شفت حاله بنفسي، وراجل مربي قديم جدا بس فلاح بقى ايه من نفسه، اراري. اراري. وعشان اراري بقى كان بيروح مكان كده عن يعني بنشوف، فبيشافهم بيستخدموا قش الرز. قعد يراقبهم زيارات كده متباعده شهور، هو خايف هياكلوا الحيوانات هتتعب ولا ما تتعب ولا ايه. والله كلام كده، ده حادثه انا شاهد عليه. تمام. لغايه لما هو اطمن تماما انه هو ما فيش فرق والحيوانات سليمه، خد التجربه، بدا ايه غير نشاطه من قش، من التبن القمح لقش الرز انه ارخص. طب بيقوم بدراسه ولا بياكله؟ لا ما يعني مش شرط يعني، دي وجهات نظر يعني، بس ما صغير قوي كده لا يعني. انا احسن مثلا يبقى زي التبن الدرس. لا مش شرط، مش شرط يعني. انا نفسي اكلته الحيوانات زي ما هو كده. هم كانوا رجعنا، وكان انا بقول زمان رجعنا تكسر الحوض. هو ماده ما كانش في حاجه يعني. كانش في حاجه. دلوقتي حضرتك هنرجع بقى المرجوعنا للبحث العلمي تاني، لانه انا حسيت اني انا مقصر مع المشاهد فيها يعني. عايزين نزود من علم حضرتك، نزود من علم حضرتك، فعايزينك ايه تزيدنا منها. سعادتك ما قصرتش ولا حاجه. انت منورنا اولا. الله يبارك. الكلام اللي اتكلمناه ده كله اصلا وراه علم. بالظبط. عايزين برضه يعني حضرتك يعني اصلا يعني عايزين نستفاد يعني من العلم بتاع حضرتك. انا مش عايز حضرتك تقصوا على نفسك يعني. لا الكلام اللي ده كله وراه علم، مش كلام اجتهادي او موروثات، وهذا وراء علم، وعلم متطور ونشط جدا وكل يوم في جديد. انما البحث العلمي كبحث علمي بقى، احنا مركز بحوث زراعيه وعندنا هنا طقم باحثين كتير، مجموعه باحثين كتير. فانا ممكن اقول لك احنا مهتمين بجزء يعني البحث العلمي بتاعنا يخدم قضيتين رئيسيتين. اولا ان يخدم استراتيجيه الزراعه المصريه 2030. تمام. لان دي استراتيجيه مصر 2030. استراتيجيه جمهوريه مصر العربيه اللي الدوله بمفهومها الكبير متبنياها. فانا كجزء في الدوله صغير لازم امشي جوه المنظومه 100% اكيد. كل الابحاث بتاعتنا دايما بقول لزمايلي الشباب الصغيرين، ودايما بجتمع بيهم لقاءات هنا مستمره يعني كل فتره كده احس ان الامور عايزه تظبيط شويه حاجات. بنجتمع وقعده تبقى اخويه طبعا زمايلي يعني. ان انا احنا كل شغلنا المواضيع اللي حضراتكم تختاروها تكون بتخدم على استراتيجيه 2030.
طبعا. ويعني كان لسه من كام يوم بتكلم مع زميلتي المسؤوله عن البحث، الجزء بتاع البحث العلمي، ان احنا عايزين ناس تقعد تقرا 20 30 دي تشوف ايه فيها. يعني ما ناخدش عناوين، واخد بال حضرتك، ونقعد من الميعاد ونناقشها. لان لازم ابحاثنا كلها، انا بدعو كل زمايلي دعوتهم قبل كده ومصر عليها، ان احنا نبقى جوه المنظومه دي. تاني حاجة، ان احنا ابحاثنا يبقى ليها مذاق خاص، مردود ومذاق خاص. ما مردود ده موضوع البحث العلمي كله، ده المردود ده موضوع تاني. يبقى لها البصمة بتاعتي، يبقى ليها خصوصية وبصمتي. يعني احنا ناس كل شغلنا الروتيني اليومي غير البحث العلمي، عندنا بنتكلم على المواصفات والسيفتي والكلام ده، فالمفروض ابحاثنا نبقى احنا جهة بتاعت الكلام ده. يعني يبقى في هذا الاطار، في هذا الاطار. فدي النقطتين اللي ايه بطلب زمايلي ان هم، وبجد فيها صعوبه شويه، مش ان هم لا سمح الله ما بيسمعوش الكلام او وحشين، لا 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 لا، هم ناس افاضل كلهم، بس انت عارف حضرتك البحث العلمي انتاج فكري 100% طبعا، بالدرجه الاولى يعني انتاج فكري طبعا. فلما بنطلب من كده يعني واحد باحث هو عايز يشتغل الموضوع ده، فصعب التعامل مع الباحثين شويه يعني. يعني هاي البحث العلمي لا ده، وانا اجي اقول له 20 30 واقول له بخصوصيه وبتاع، وهو في دماغه موضوع عايز يعمله لا يتماشى مع الواقع، مش هو ده اللي احنا عايزينه قوي، لا يتماشى فيه، بتحتاج بعض الايه يعني التقارب يعني بالزبط. والحمد لله انا يعني الموضوع ده شغال فيه من ساعه ما كلفت باداره مركز الاقليم للاثار والاعلام، لان كان الفكره دي عندي من قبليها. تمام. فلما توليت بقيت انا المدير الكبير في المكان، يعني مدير المكان الماستر، فبقيت ايه اجتمع بيهم وبدفعهم، يا جماعه جهودنا في الحتتين دول، عندنا استراتيجيه الدوله بتتبناها طبعا، ولازم احنا نبقى جزء منها، جزء من الترس ونخدم عليها ونساعدها. زائد حكايه الخصوصيه دي ما يبقاش تداول، بحيث نبقى احنا في وسط الجهات جوه مركز الزراعيه وخارج مركز الزراعيه، لينا لما حد يبقى بتدور على مواصفات، بتدور على يجي هنا. تمام. شوف الانتاج العلمي بتاعه هنا. فان شاء الله ربنا يوفق، ان وانا متفائل خير. طبعا كنا متفائلين خير. المهم موضوع ان يبقى في تواصل بين المستمر واقتناع باللي انا بقوله ولا بسمعه منهم، يعني يبقى في الكونكشن ده على مستوى جيد، بحيث ان شاء الله نقدر نعمل حاجه للمكان اللي اتربينا فيه، ووزارة الزراعة، المركز الزراعية، ومصر. طبعا حضرتك كلنا على المستوى الشخصي وعلى المستوى العادي لنا طموحات. لا طبعا. واخد بال حضرتك، ولينا وانت حضرتك الهيد ماستر يعني الناظر بتاع المكان، بجانب بعيدا عن الشنطة بتاعت الأبحاث، ليك طموحات، طموحات المركز يعني اللي أنت حضرتك فيه، وأفكار جديدة، إيه اللي بتحلم بيه حضرتك أنه يبقى يعني لما اجي انا الاعلاف وبتلى ولا باقي يعني مركز بحوث زراعيه، ايه المناره او نقطه الضوء اللي بتحلم بيها ان تكون او توصل ليها؟ عايزين حضرتك يعني، اكيد يعني كل واحد ليه طموحات فكريه وطموحات علميه، الطموحات الفكريه والعلميه لصالح مصر مش لصالح شخص مثلا دكتور اشرف. لا 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 طبعاً. ايه بقى الافكار اللي حضرتك نفسك مع زملائك ومع تلامذتك ومع قيادتك تتحقق؟ بص حضرتك، طب تسمح لي ممكن ارجع، اتفضل يا فندم، وارجع تاني، اتفضل يا فندم. موضوع الالاف البديله دي، احنا يعني البحث العلمي، احنا بنتكلم في البحث العلمي، احنا حاليا في نشاط عالي جدا وفي نتائج تحققت ونتائج لسه، اللي هو بالنسبه لحاجتين، الاعلاف البديله اللي حضرتك اتكلمت عليها ومصر كلها بتتكلم عليها. يا فندم. عاملين نشاط بس نتائجه لسه ما ظهرتش، بدأناه من حوالي سنه او اقل من سنه، سبع ثمان شهور، بس لسه نتائجه ما اقدرش ابص عنها دلوقتي دي لسه. بالظبط. انما في مجال تاني مهم قوي قوي قوي، احنا في شغلنا هنا شايفين حركه السوق اللي ده ماشي ازاي. لقينا ان في حاجه اسمها اضافات الاعلاف، ودي بمبلغ كبير مش قليل، وغاليه، بتبقى غاليه، كلها تقريبا مستورده من الخارج. مستورده؟ كله. فاحنا بدأنا هنا في المركز الاقليمي، مش جهدنا يعني، زمايل ليا، وانا طبعا بدعمهم واقف معاهم يعني بكل، انت المدير الفني بتاعنا طبعا، ومقتنع بافكارهم، ان احنا بدانا ننتج حاليا او انتجنا
بعض صلوات العبد دي انواعها كثيره، في جزئيه منها نوع معين منه انتج هنا في المركز الاقليمي. تمام. محلي 100%. محلي ايه؟ 100%. مش 50%. هيوفر عمله صعبه. مش 50%. لا، بسم الله ما شاء الله. 100%. بسم الله ما شاء الله. ولكن لسه ما نزلهوش في الفيلد، يعني في الحق على المستوى التجريبي. لسه ما نزلش السوق. على المستوى التجريبي حقق نتائج جيده جدا. على المستوى التجريبي. واخد بال حضرتك؟ واحنا طبعا بنطمح ان احنا ننزله السوق، في السوق، بس طبعا احنا اللي بنتكلم على القانون واللوائح ما اقدرش انزله كده. لازم يتسجل طبعا. طب وده اللي هسجله هبقى انا متحيز له، فهكون قاسي معاه. ونمشي بحيث ان المنتج ده فعلا محاوله جيده وبانت ثمرها على المستوى التجريبي. منتج اضافات اعلاف من نوع معين، كاتيجوري معينه، فئه معينه، محلي 100%. حضرتك، واحنا قربنا دلوقتي فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيوة. له طموحات، والطموحات كبيره جدا طبعا. الطموحات سواء في الاقتصاد، ولكن طموحاته اكبر كان في الزراعه. اول ما بدا سده الحكم 1.5 مليون فدان على مستوى الجمهوريه، تصل الى 4 مليون فدان. هل الطموحات، احنا هنتكلم يعني طموحات الفرد وطموحات المركز، تواكب طموحات يعني ماشيين في الطريق اللي الرئيس وزاره الزراعه ماشيه فيه زي الصاروخ؟ هل طموحاتكم تتواكب مع افكار الرئيس بان انا 1.5 مليون فدان لازم اغذيها بحاجات، ولازم ابقى انا يعني سبورت وابقى دافع قوي للتنميه؟ حضرتك اولا اشرت في الاول ان فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي طموحات اقتصاديه عاليه. وبعد كده قلت والزراعه. ما الزراعه نشاط اقتصادي برضه. نشاط اقتصادي. ده زراعه اقتصاد. واخد بال حضرتك؟ هو نشاط اقتصادي. هذا الاقتصاد. جزء من الاقتصاد. لا، ده اقتصاد 100%. طبعا الطموحات العاليه، سقف عالي قوي طموحات فخامه الرئيس. طبعا ما لناش بديل غيرها. بالظبط، بنتكلم على كده. يعني هل انتم ماشيين جري وراه ولا؟ يا باشا، ملناش بديل غيرها. ملناش بديل غيرها. ما اقدرش اقول اكتر من كده. ده تمام قوي كده. مفيش بديل غيرها. احنا برضه في نهايه البرنامج بنشكر سيادتك على حسن استضافتك ومعلوماتك السريه، ونجعلها الله خالص لوجه الله الكريم. يا رب. وندعو لمصر ان ربنا يجعلها سخاء ونماء. يا رب. يا رب. ويبعد عنها الشر والارهاب، ويوفق جميع من فيها من قياده عليا لقياده متوسطه، العاملين، لارشادين. وبقول لحضرتك كل سنه وانت طيب. الصحه والسلامه يا فندم، وسعداء بيكم ونورتونا. شكرا. وفي النهايه بنشكر زملائنا من طاقم الاعداد والاخراج والتصوير، المخرجين المتميزين والمصورين الاكفاء، بنشكرهم على تعبهم، ولولا هم ما كناش احنا، لانه بيقدموا لنا كل جديد، وشكرين جدا. وهذا هو اسكندر أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.